لكل يمني عربي حر أصيل. هناك من يدعي عروبته ويمنيته عضو يناصر إيران والظلمة الحوثيون. أحيوا الجهاد في بلادكم وحركوا شعبكم، فإلى من يتحدث أهل اليمن فسيقول العرب. طهروا بلادكم طاردوا المقلوع وعقابته الذي أحمر البلاد وظلم العباد ودعا إلى تأمين كل جنود بلادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا المفاضل إلى مسرح العقار من إذاعة هنا العزم يقرأها عثمان بن محمد المشاري يستهل هذا العام. حزب المخلوع صالح يسعى لفك شراكة مع العراقيين وتعزيزات عسكرية للجيش اليمني يصل إلى منطقة مهمة للمشاركة في تحرير العاصمة صنعاء. مقتل 14 مدنيا على الأقل جراء غارات روسية شرق سوريا. الرئيس الأمريكي يكشف قريبا عن قراره بشأن استمرار بلاده في الاتفاق النووي مع إيران أو إلغاء الاتفاق. عاصفة مدارية تضرب أمريكا الوسطى وتتسبب في وفيات وأخطار غزيرة وفيضان. من أبرز عناوين هذه المكملات الرسمية. نبدأ من اليمن حيث وصلت قوة الجيش